رئيس منظمه جيلتا مغربيت، ننظم هذه الندوه من اجل تسليط الضوء على الادوار الاقتصاديه والدبلوماسيه والثقافيه والرياضيه التي يقوم بها مغاربه العالم من اجل الدفاع على مصالح المغرب اينما كانوا في جميع دول العالم. وهي مناسبه كذلك لتسليط الضوء على بعض المشاكل التي يعني تتعلق بهذا الموضوع، خصوصا فيما يتعلق بالاجيال التي نشات خارج الوطن، لا تعرف كثيرا عن تاريخ المغرب ولا عن حضارته ولا تتحدث اللغات يعني الوطنيه خصوصا الامازيغيه والعربيه. اذا هذه الاجيال يجب ان نفكر جميعا من خلال هذه الندوه ومن خلال مختلف يعني الندوات والانشطه التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني وكذلك الاحزاب السياسيه من اجل البحث عن سبل يعني ترسيخ حس الانتماء والافتخار بالانتماء لهذا الوطن في قلوب وفي وجدان المغاربة الذين نشأوا خارج الوطن، نتحدث عن الأجيال الجديدة. إذا من أجل ذلك يعني دعونا عددا من الأساتذة الباحثين وكذلك يعني فاعلين مدنيين من كل من فرنسا وسويسرا حتى يتحدثوا عن يعني تجاربهم وما عاشوه في أوروبا من مشاكل تتعلق ايضا بالتهديدات التي يعني التهديدات التي تتعلق يعني التي تهدد مغاربة العالم خصوصا من بعض اعداء الوحدة الترابية واعداء مصالح المغرب في اوروبا وفي جل دول العالم. حسن عربي كلية متعددة التخصصات في المغرب، نشاط تعليم هو نشاط مهم كل مواطنين المغاربة، هو نشاط يجب ان يخرج فيه كل الفعاليات الجمهورية السياسية وغير ذلك. فالمجريات كما يعني المشهد العالمي والمشهد السياسي في العالم تطلب ان كل مواطن يكون كل مخاطر الدفاع عن الوطن، عن حقوق الوطن، عن مصالح العليا للوطن. كل المغاربة لا المغاربة الداخل ولا المغاربة الخارج يكونوا مؤثرون للدفاع عن المصالح تاعهم العليا. السلام عليكم، يوسف عثمان شيف دونتربريز فرنسا. كنشكروا الاخوان في هذا اللقاء هذا اللي مهم باسكو هذه الرساله كانت خاصها تدوز على حساب يعني باش الاخوان يعرفوا الاخوان ديال المغرب يعرفوا شنو كيوقع في المهجر وخصوصا في اوروبا اللي كاين بزاف ديال الاعداء ديال المغرب كيحاولوا ما يمكن يستقطبوا المغاربه، وانا من بين واحد هذوك اللي كانوا بغاو يستقطبوا واتصلوا معايا. يعني كنت في حراك الريف واتصلوا بيا بزاف ديال الصحافه الجزائريين كانوا بغاو يديوني حتى انا للجزائر، مي على فان الحمد لله بون انا فهمت القصه، ولكن بزاف ديال الاخوان طاحوا في هذا البياج هذا مشاو. كاين اللي عاقب ذاك اللعبه وكاينين اللي مازال غادي لانه كيتخلصوا وكتخلصوهم كيتخلصوا من تما. دونك هاد لي زانترفونسيون فحال اليوم يعني مهمين جدا باش يعني وميم تكون المساعده من الجمعيات ديال المغرب ولا من المغرب، يعني يوقع المساعده للاخوان اللي كانوا مشاو في هذاك الغلط بغاو يرجعوا للمغرب يوقع لهم واحد المساعده. وحنايا ديجا اصلا انوتر ايشيل كنحاولوا ما يمكن نعاونوا هذوك الناس اللي كانوا مشاو في الغلط باش نرجعوهم، باسكو كيخوفوهم وكيوقع لهم التهديد. انا كيوقع لي التهديد باغ اكزومبل بالقتل بليزوديو بالتسويه الجسديه، عرفنا بان هذا الشيء سي با فغي، يعني هذا الشيء غير الخوف، ولكن كاينين اللي كيثيقوا في هذا الشيء هذا بور دو فغي. دونك سي بور سا حنايا بغينا نوصلوا هذه الرساله بان ما حنايا ما كنسديوش يعني ما كان اون سيد با الشونطاج ولا الخوف ولا شي حاجه اخرى. ولا شكرا لكم.